السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا لهذا اليوم ستكون حول الاختلافات في السمع والنطق بين الجنسين، ولا بد من أن ننوه بعدة ملاحظات في البداية. أولا، إن الهدف الرئيس كما ذكرنا سابقا من إلقاء مثل هذه البحوث هي أن يعرف كل طرف نفسه تماما، ثم أن يعرف الطرف الآخر تماما، ثم إجراء محاولات تواصل جيدة من أجل العيش باستقرار وسعادة. وللدلالة على أهمية هذه الأبحاث، لوحظ أن بعد الدورات التأهيلية للحياة الزوجية كانت الحياة عادة الزوجية تميل إلى الاستقرار أكثر. وذكرت لكم أن الذي دق ناقوس الخطر في لمثل هذه الدورات هو موضوع الطلاق خاصة. وقد قام أحد الفنادق الكبرى في عاصمة عربية بعد وكانت تعقد فيه الأعراس بشكل يومي تقريبا، قام بعد نحو سنة باستدعاء بتوجيه دعوة إلى كل العرسان الذين أمضوا عرسهم في هذا الفندق، وكانت حفلة العرس بالذات في هذا الفندق خلال السنة الماضية. ففوجئوا أن حوالي 30% من المدعوين كانوا بصدد إجراء محاكمات طلاق، وهذا كله خلال سنة واحدة. وأريد أيضا أن أنوه إلى أنني سأقوم بتنويع بين اللغة الفصحى واللغة العامية اعتبارا من هذه المحاضرة، وذلك لأن ضرب الأمثلة يحتاج إلى شيء من اللغة العامية حتى يكون واقعيا أكثر. الاختلافات في السمع والنطق بين الذكور والإناث كبيرة جدا، ولها أهميتها في التواصل الاجتماعي، في التواصل بين الزوجين بشكل خاص. ولا بد أن يفهم كل طرف ما هي متطلبات واحتياجات الطرف الآخر حتى في السمع والنطق. سنبدأ بأمثلة ثم نتناول النقاط المختلفة في هذا البحث. إذا عدنا للطفولة، فمن المعلوم أن الإناث تتكلم قبل الذكور، وتظل الأنثى متفوقة على الذكر، أو البنت متفوقة على الصبي في اكتساب اللغة حتى عمر 2 إلى 5 سنوات. في هذه الفترة تكون قدرتها أكبر على التركيب اللغوي وحصيلتها من المفردات أكثر. وإذا لاحظت على أولادك مثلا عند عودتهم من المدرسة وهم في سن صغيرة، وحتى يعني في عند أعمار أكبر، تسألهم أحيانا ماذا فعلتم اليوم في المدرسة، فتجيبك البنت بتفاصيل حياتها اليومية: دخلنا مع الآنسة الفلانية، ثم تناولنا سندويشاتنا، ثم ذهبنا لنلعب، ثم جاءت مدرسة الرسم، وتسرد عليك نشاطات النهار كلها. إذا سألت ابنك الذكر ماذا فعلت اليوم في المدرسة، فيجيبك كلمة واحدة: منيحة، أحبها، لا أحبها، أحب المدرسة، أحب صديقي فلان، جوابا واحدا، ثم يتوقف تماما عن الكلام. وهذا طبعا من طبيعة الاختلافات بين الجنسين. طبعا في سن المراهقة يبدو هذا الأمر أصعب، و تبدأ الفتاة بتغيير مكمن سرها، فبدلا من والديها تتجه إلى صديقاتها، إلا إذا كانت علاقتها بوالديها وبوالدتها خاصة هي كانت متينة منذ الصغر. ويلاحظ بأنه بالنسبة للنطق عند الأطفال، بأن اضطرابات النطق بشكل عام كالتأتأة وتأخر النطق تلاحظ عند الذكور أكثر بكثير من الإناث، ومعظم مراجعي عيادات النطق هم من الذكور. وكذلك نعلم نحن أحيانا أن الحوادث الوعائية الدماغية، أو ما يسمى بالعامي الفالج، قد يصيب أحيانا مركز النطق. ولوحظ أن النساء لديهن قدرة على الشفاء واستعادة النطق بسرعة أكبر من الذكور بعد مثل هذه الإصابة. ننتقل إلى نقطة ثانية، هي موضوع الكلام والإصغاء. هذه نقطة هامة جدا، فمن طبيعة الرجل أنه إما أن يتكلم أو أن يصغي، ولا يستطيع أن يقوم بالعملين في الوقت نفسه، بينما المرأة تستطيع أن تتكلم وأن تصغي في الوقت نفسه. نأخذ مثالا، تذكر عندما كان والدك يريد أن يتكلم على الهاتف في البيت،
كان يطلب من الجميع السكوت، يخفض صوت التلفاز، ويرجو عدم الحركة، يغلق الباب ثم يتكلم. بينما والدتك عندما تتكلم على الهاتف، فالتلفاز يبقى عاليا، الأولاد يلعبون، وضجيج، أي ضجيج موجود في المكان، سواء كان ضجيج مقهى، ضجيج مكان عام أو مول، لا يؤثر عليها أبدا، لأنها تستطيع أن تتكلم وتصغي، بينما الرجل إما أن يصغي إلى ما يقول له الآخرون، أو أنه يتكلم، فإذا تكلم لا يستطيع أن يصغي. لذلك أنا عندما أكون في عيادتي عادة وأتكلم على الهاتف، وتدخل السكرتيرة كي تقول لي مثلا نبأ ما أو خبرا عن أحد حضر يريد زيارتي أو أي شيء، فإنني أطلب منها إما أن تسكت أو أعتذر من الشخص الموجود على الطرف الآخر من الهاتف، فإني أعتذر من أحدهما كي أستمع إلى الآخر، لأني لا أستطيع أن أتكلم على الهاتف وأصغي إلى سكرتيرتي في نفس الوقت، بينما المرأة تستطيع ذلك. وهذا لابد أن ننوه منذ البداية، أن كل الميزات التي قد نجدها عند المرأة، أو كل الميزات التي قد نجدها عند الرجل، هي ميزات توافق المهمة التي وجدت من أجلها المرأة، أو وجد من أجلها الرجل. فالمرأة هي في حال استنفار دائم في البيت، فلا بد لها أن تكون دوما على تواصل، ولو تكلمت على الهاتف، ولو تكلمت مع الجارة، فعيناها، عفوا، فأذناها مرهفتان إلى أي صوت يصدر في البيت، قد يحمل خطرا من آلة كهربائية على وشك أن تصاب بعطل، أو عن طفل يستغيث إلى آخره. إذا أخذنا لنقارن حفلات أو مجتمعات الرجال مع مجتمعات النساء، لنفترض أن هناك زيارة في غرفة يحضر فيها 10 رجال، وفي غرفة المجاورة هنالك 10 نساء. نلاحظ أن في غرفة الرجال عادة المتكلم يكون واحدا، والباقي يصغون وينتظرون انتهاءهم من الكلام كي يقوم آخر بمداخلته. أما إذا لم يكن النظام سائدا في الجلسة، فعادة كل رجل يتكلم مع الآخر الذي بجانبه دون أن يكون هنالك نظام عام للجلسة. وعادة الرجل يستطيع إعادة الحديث الذي سمعه من المتكلم الذي بجانبه، أو من المتكلم الرئيسي في الغرفة. بينما في غرفة النساء نرى أن النسوة يتكلمن كلهن بنفس الوقت، وإضافة إلى ذلك فإن المهارة لديهن بأن كل واحدة منهن تستطيع أن تلتقط الأحاديث المختلفة من كل الجهات، فهي لا تقتصر فقط على المتكلمة الرئيسية معها، بل تستطيع أن تعيد حديث فلانة وحديث فلانة وحديث فلانة، مع أنهن كن يتكلمن كلهن في الوقت نفسه. فهذا يدلنا على أمر، ميزة تتمتع بها النساء كونها ربة بيت، وعن الميزة الأخرى في التركيز بشكل كبير على مهمة واحدة هي إصغاء أو كلام في عمل الرجل. ننتقل الآن إلى فقرة ثالثة، وهو الهدف من الكلام. عادة الهدف من الكلام عند الرجال عندما يتكلمون نفترض على الهاتف، فإنهم يوصلون رسالة معينة يريدون أن يوصلوها إلى الطرف الآخر. أما عند النساء فالكلام عادة له هدف اجتماعي، فهناك تواصل اجتماعي، ثم إذا كان هنالك خبر ما يريدون توصيله فيقومون بإيصاله. نفترض مثلا أن رجلا يريد أن يواعد رجلا آخر للخروج مساء في الساعة 7، فهو يتصل به: مرحبا فلان، أحوالك بخير، أذكرك بموعدنا اليوم في الساعة 7 مساء. أما إذا اتصلت امرأة لتذكر امرأة أخرى بهذا الموعد، فإنها تبدأ بسؤالها عن صحتها، صحة الأولاد، صحة الزوج، أحيانا تسألها ماذا طبخت اليوم، كيف كانت رحلتها إلى السوق إلى آخره، ثم قبل أن تغلق الهاتف تقول لها: حبيت أذكرك أنه اليوم موعدنا الساعة 7.
فإذا هدفه الأساسي ليس إيصال الرسالة، أن هناك موعد الساعة 7، لا شك أن هذا هو هدف هام بالنسبة لها، ولكن الكلام على الهاتف في هذه الحالة كان له هدف هو تواصل اجتماعي، فهي لا تستطيع مثل الرجل أن توصل كلمتين ثم تغلق، عندها الكلام هو وسيلة لبث المودة وبث التواصل مع الطرف الآخر. لذلك كثيرا ما أرى في صالة انتظار في عيادتي سيدة حضرنا لأول مرة ولا يعرفن بعضهن، اجتمعنا لأول مرة مع بعضهن في غرفة الانتظار، ولكن 10 دقائق فقط ترى أنهن يتبادلن الحديث، نسبة عالية منه تكتشف أنهم أقارب مع بعضهن عن بعد، يتكلمن في أحاديثهن الخاصة، أحيانا تحكي الواحدة منهن قصة طلاقها أو قصة مشكلة مع ابنتها أو مع زوجها، وأسمع الضحكات إلى غرفتي مع أنهن اجتمعن للمرة الأولى، ويندر جدا أن يحدث هذا في عالم الرجال. لذلك يميل الرجل عادة إلى إيصال رسائله بشكل مختصر وبشكل يتجنب فيه الكلام قدر الإمكان، فهو يمكن له مثلا أن يرسل واتساب أو يرسل رسالة أو إيميل ليذكر الآخر، ويفضل هذا الحل على حل أن يكلمه على الهاتف وأن يذكره بالموعد. لذلك لوحظ أن حوالي 60 ل 70% من النساء إذا كان لديهن خبرا يريدن إيصاله فهن يستعملن الهاتف، بينما 70% من الرجال يملن إلى استعمال الإيميل. وأريد أن أشير إلى شيء في هذا الموضوع، أن المرأة عندما لديها بعض الأسئلة التي تتكرر والهدف منها هو مد حبل المودة بينها وبين الأخريات، فمثلا عندما هي تسأل صديقتها على الهاتف ماذا طبخت اليوم؟ أو ماذا لبست البارحة مساء في حفل العشاء؟ ففي حفل العشاء عفوا، فهي لا تكون راغبة في معرفة المعلومة بدقة بقدر ما هي تخلق جوا من المودة بالتكلم عن أحاديث تبدو كأنها خاصة نسبيا. لذلك كلما تعمقت الصداقة بين امرأتين كلما كانت كلامهن عن أمورهن الخاصة أكثر، وكلما كانت العلاقة سطحية ابتعدت، لذلك تقيس إحداهن عمق صداقتها مع الأخرى بقدر ما تعلم من أخبارها الخاصة. أما في الرجال عادة فقد يكون لهم صديق واحد أو اثنين على الأكثر ممن يتكلمون معهم في أمورهم الخاصة جدا، وكثيرا من الأحيان قد لا يكون لديهم حتى مثل هذا الصديق، فهم يكتفون باشترار أفكارهم لوحدهم. ننتقل الآن أو نتابع في نفس المجرى عن فكرة أخرى، وهي سهولة انتقال المرأة من حديث إلى آخر، فهي أحيانا تنتقل من حديث إلى حديث إلى حديث دون أن تكون قد أنهت حديثها الأول، وكثيرا ما يجيبها الرجل: الآن تتكلمين في موضوع آخر، قولي نقطة نهاية السطر ثم ابدأي حديثك الآخر، لأنني لا أستطيع أن أعلم أنك انتقلت من حديث إلى آخر. نأتي الآن إلى موضوع التفاصيل والإجمال. المرأة تحب التفاصيل في الحديث معها، فهي لا تكتفي بمعرفة خبر ما بل تريد أن تعرف تفاصيله بدقة. الرجل يميل إلى الإجمال. نفترض أن امرأة ذهبت إلى مقابلة عمل ثم عادت لتخبر زوجها بما حدث خلال هذه المقابلة. نجد أنها تصف منذ لحظة دخولها إلى الشركة وكيف كان قلبهم مضطربا وكيف استقبلوها الناطور أولا، ثم كيف استقبلتها الاستعلامات، ثم سكرتيرة مدير العمل، ثم وماذا كانت تلبس سكرتيرة مدير العمل، ثم دخلت المكان مرتب، الزجاج وسخ نوعا ما، دخلت إلى داخل المقابلة،
ما هي صفات هذا الرجل؟ هو رجل خمسيني أم ثلاثيني؟ هو رجل مرتب أم يبدو عليه الارتباك والفوضى؟ ماذا كانت الأسئلة؟ عما كان ينظر عندما كان يسألها؟ هل كان يوقع أوراقها بنفس الوقت أو يتكلم على الهاتف؟ كيف كانت هي ارتكاساتها في هذه المراحل المختلفة؟ كيف أنهى المقابلة؟ ماذا تكلم معها من أمور خاصة؟ هل ودعها إلى الباب أم أنه اكتفى بالسلام عليها؟ إلى آخره من هذه التفاصيل، كيف عادت؟ كيف كانت ارتباكها؟ فنجد أنها تعطيك فيلما كاملا بكل تفاصيله. إذا كان الرجل هو الذي ذهب إلى مقابلة العمل، فغالبا عندما يعود تسأله زوجه كيف كانت المقابلة، غالبا يجيبها ممتازة، جيدة، سيئة، ويكتفي. ثم إذا أرادت هي أن تعرف التفاصيل، تراها تتوجه إليه سؤالا تلو الآخر: من استقبلك؟ هل هو لطيف؟ كيف كان الحديث بينه؟ يجيبها دائما بكلمة واحدة: جيد، ظريف، لطيف، إلى آخره، بدون أن يشبع حاجتها من معرفة التفاصيل. وكذلك في كل أمر، مثلا دعوة إلى العشاء في بيت ما، نرى أن مثلا تعود الزوجة وتحكي لزوجها عن الكاسات التي كانت في البيت، عن الستائر، عن طبخة الرز التي كانت لطيفة، وأنا سألت عنها صاحبة البيت وقالت لها بأن أضافت إليها البهارات الفلانية، إلى آخره من هذه التفاصيل، بينما الرجل يعود يقول: كانت سهرة موفقة لطيفة، وانتهى الموضوع. هنا نحن لا نستطيع أن نجبر الرجل عن أن يتكلم دوما بتفاصيل كثيرة، وبنفس الوقت لا نستطيع أن نحرم المرأة من إشباع حاجتها بمعرفة التفاصيل. لابد من الرجل أن يعطي شيئا من التفاصيل عن المهمة التي قام بها، ولابد للمرأة أن تكتفي بهذه التفاصيل الموجزة التي أعطاها إياها زوجها، ولكن لابد لكل طرفين أن يتكلم أو أن يراعي حاجات الطرف الآخر. وأذكر الآن مثالا كثيرا ما يتكرر في البيوت، مثلا عندما حلقة من مسلسل تفوت على أحد الطرفين، فإذا فاتت على المرأة وأراد زوجها أن يخبرها بتطورات هذه الحلقة، فهو يكتفي بأن يقول لها: فلان الفلاني مات في آخر الحلقة، وهذا كان كله زبدة الحلقة. بينما إذا كان الرجل هو الذي كان غائبا، فالمرأة تخبره بالتفاصيل من أول دقيقة إلى آخر دقيقة: الممثلة الفلانية ماذا جرى لها، والممثل الفلاني كيف كان ارتكاسه لخبر وفاة ابنه، إلى آخره. فهي تعطيك تفصيلات قد تكون أحيانا عاجزا عن تبيان ملامحها حتى وأنت تراقب الحلقة. ثم هناك عادة اهتمامات خاصة لكل من الطرفين عندما يتكلمون في موضوع ما. فالرجل عادة، لوحظ في الإحصائيات أن الرجل عادة في جلساته وفي مجتمعاته يميل إلى التكلم بشكل أساسي عن أحوال العمل، عن الطعام، عن الرياضة. وفي البلاد العربية تحتل السياسة مركزا متقدما في أحاديث الرجال. أما المرأة عادة فتتكلم عن الأشخاص الآخرين، صديقات، أطفال، زوج، عن العمل وعن الصحة، وخاصة الدايت والتكلم في الوزن. لا يكاد يخلو مجلس ومجالس المرأة من الكلام عن الدايت وعن مشكلة تخفيف الوزن. عادة عندما تكون الجلسة مختلطة تحوي رجالا ونساء، في هذه الحالة غالبا ما تغلب أحاديث الرجال على أحاديث النساء. لذلك عادة تفضل النساء الاستقلال بأنفسهن في طرف الغرفة للتكلم في مواضعهن الشخصية. فإذا نأخذ مثال مثلا كاهتمام في الكلام، نأخذ إذا كان هناك مشروع لشراء بيت مثلا، وأراد الرجل أن يتكلم مع أصدقائه أو في جلسة مختلطة عن هذا البيت، فهو يكون الكلام عن موقع البيت، عن سعره، وعن مدى بعده عن مكان العمل.
أما النساء فعادة سيكون كلامهن عن الكسوة وعن ترتيب الغرف وعن سهولة التنظيف. إذن هناك عادة فوارق في التكلم في التفاصيل والإجمال في هذه الجلسات. ننتقل الآن إلى موضوع أداء أكثر من مهمة في وقت واحد بالنسبة للمرأة. المرأة تستطيع أن تقوم كما ذكرنا وكما سنذكر في بحث قادم، تستطيع القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد. فلذلك هي تستطيع مثلا أن تتكلم وأن تقوم بالكتابة بنفس الوقت لموضوع آخر، وأن تشرف على وظيفة مثلا ابنها في المدرسة. كثيرا ما تراها تمسك بسماعة الهاتف تتكلم، وهي في نفس الوقت تشرف على وظيفة ابنها، تصحح له أخطاءه، أو أنها تتابع برنامجا تلفزيونيا. بينما الرجل لا يستطيع أن يقوم بأكثر من مهمة في الوقت الواحد، فإذا أراد متابعة واجب ابنه، فهو لا بد له أن يتوقف عن الشيء الآخر الذي يقوم به. وسنفصل في هذه النقطة بالذات عندما نتكلم عن أنماط التفكير. ننتقل أخيرا إلى نقطة أخيرة في هذه المحاضرة، لأننا سنتابع هذا البحث في محاضرة ثانية. التعبير عن المشاعر. التعبير عن المشاعر هو مشكلة في بيئتنا العربية. كثيرا ما تشكو النساء أن الزوج لا يبدي مشاعره، فهي منذ سنوات لم تسمع كلمة أحبك أو أي كلمة من كلمات الغزل المعروفة، وهي كدائما كثيرة الشكوى لصديقاتها عن هذا الأمر. وهنا لابد من إيضاح بعض النقاط. أولا، نحن بشكل عام فقيرون في التعبير عن مشاعرنا، ليس فقط بين الزوج والزوجة، بل بين أي طرفين في أي معاملة من معاملات حياتنا اليومية. فالآباء عادة لا يوجهون الكثير من كلمات الحنان والحب إلى أولادهم، والأولاد كذلك بالمقابل هم بخلاء مع والديهم. كذلك إذا أنجز لنا أحد مهمة جيدة فنحن نادرا ما نشكره، بينما ننتقده ونسيء إليه إذا قصر معنا. فيندر جدا، أنا في عملي كطبيب لمدة 26 سنة، يندر جدا خلال هذه السنوات كلها من اتصل بي بعد شفائه من مرض ما وذكر لي أنه يشكرني على الخدمة التي قدمتها له، أو على أنني سألت عنه عدة مرات خلال فترة مرضه أو حتى زرته. بينما إذا كان هناك أي اختلاط أو أي تأثير جانبي لأي معالجة من العلاج، اتصل بك عدة مرات وهو أحيانا ينتقد وأحيانا يكون قاسيا في انتقاده. كذلك طلاب لأستاذهم يندر أن يوجهوا له رسالة الشكر إلا إذا ضمن احتفال رسمي، لكن هي بشكل عام. وأذكر أن كان لي أستاذا في مادة الفيزياء وكان متقنا جدا لعمله خلال الشهادة الثانوية، توجهت إليه بالشكر وزرته عندما أصبحت في السنة الأولى في كلية الطب، وأعطاني هذا الشعور وكما شعورا بالامتنان، وكان جدا سعيدا بهذه الزيارة. فنحن إجمالا لا نشكر الموظف الجيد بينما ننتقد الموظف السيء، لا نشكر من قدم لنا خدمة تمام الشكر، بل ننتقد وأحيانا نشتم من قصر معنا. وكذلك في العلاقة بين الزوجين يجب أن نكون معبرين عن مشاعرنا بشكل أكبر. فأنت إذا دخلت إلى البيت سلم على زوجتك، بادلها بعض الكلمات اللطيفة، إذا جلست لتتناول طعامك اشكرها على هذا الطعام اللذيذ وعلى الجهد الذي بذلته من أجله، إذا دخلت إلى سريرك اشكرها على نظافة الغرفة، على ترتيبها، دائما أعطيها من هذه الكلمات. وبالمقابل كثير من الرجال يعتقدون أن تصرفاتهم هي الدليل على حبهم وأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعبروا، وهذا خطأ. فلكل مقامه، فالتصرفات هي شيء
والكلام والشيء. لذلك لو كانت التصرفات هي كافية لما كانت المرأة اعترضت، مع أن زوجها يقدم لها أجمل الهدايا وأخذها بأجمل النزهات، ولكنها هي تشعر بالنقص لأنها لا تسمع كلمات الغزل من زوجها. القضية الهامة أن الكثيرين لا يعتقدون أن الرجل ليس بحاجة إلى كلمات الغزل. فصحيح أن الكثيرات من النساء يشتكين من عدم سماعهن لكلمات الحب والغزل، ولكن الرجال بالمقابل هم يشتكون أكثر، ولكنهم لا يشتكون في العلن، إنما يشتكون لأصدقائهم القريبين منهم، أو يشتكون فيما بينهم وبين أنفسهم. فصحيح أنك لم تسمعي من زوجك كلمة أحبك منذ سنة أو سنتين، ولكنك أيضا قد تكونين منذ 15 سنة لم توجهي له هذه الكلمة أبدا. فالرجال بحاجة أيضا إلى سماع كلمة الغزل، سماع كلمة الإعجاب. يسر الرجل عندما يسمع من زوجته كلمات الإطراء، كلمات الشكر، الله يعطيك العافية، حملت الغراض والآن الدنيا حر، شكرا لأن خصصت لنا وقت يوم الجمعة للنزهة، ونحن نعلم أن لديك أشغالا في هذا اليوم، لديك مؤتمرا ضحيت من أجلنا، من أجل نزهتنا في سبيل عدم حضورك له، أو توجيه بعض العبارات، أراك وجهك حليان، نرى أن وزنك بدأ بالتراجع. أي عبارة إطراء أو أي عبارة غزل تكون مفيدة في تمتين العلاقة. والمرأة الشرقية هي بطبيعتها تستحي، خاصة في بعض البيئات المغلقة، فهي لا تخرج معها الكلمات، وأحيانا يكون اعتقادها مثل اعتقاد الرجل بأن مجرد خدمتها لزوجها وبيتها ودليل على حبها، ولكنها في الحقيقة هما الاثنان بحاجة إلى كلمات الغزل والإعجاب بقدر حاجتهما إلى الأعمال الجيدة. نكتفي حتى الآن باستعراض ما استعرضناه من نقاط، وسنتابع في محاضرة قصيرة تالية بقية الاختلافات في السمع والنطق، وإلى ذلك اللقاء أرجو لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.